تخيل أن تفوز بعطلة صيفية، الشمس والبحر والرمل. تعال واسبح في هذه المياه الجميلة وسط تلك النفايات البلاستيكية. يتم تلويث كوكبنا بواسطة مجرمين، حيث يتم التخلص من النفط والنفايات بشكل غير قانوني لتجنب تكاليف التخلص الصحيح منها. تنقل المجموعات الإجرامية المنظمة كل أنواع النفايات وتتخلص منها على الأرض وفي البحر. لماذا؟ لأن هذا يجعلهم يربحون مبالغ طائلة تكاد تكون مربحة مثل تجارة المخدرات. إذن ماذا نفعل حيال ذلك؟ لدينا في الانتربول برنامج أمن بيئي، والذي يعمل مع قوات ووكالات الشرطة في 200 دولة مشتركة تقريباً، لنساعدهم على منع وكشف وتعطيل جرائم التلوث وحل المجموعات الإجرامية خلفهم. نقوم بعمليات عالمية تقودها المخابرات، مع التفتيش المتزايد على الأرض والبحر والأنهار والموانئ. وتخطر الدول الأعضاء ملاحظات الانتربول عن تهريب النفايات والجرائم المتعلقة بالتلوث، ونستجيب لطلباتهم للحصول على المساعدة، لا سيما في الجرائم التي تعبر الحدود. أما بالنسبة لمرتكبي جرائم التلوث، فعندما نطابق أسماءهم في قاعدة البيانات الخاصة بنا، فإننا غالباً ما نجد أسماءهم مرتبطة بجرائم منظمة أخرى، فمثله مثل غسيل الأموال، التهرب من الضرائب، التزوير، فكلهم نفس المجرمين. الجرائم البيئية جرائم تؤثر علينا جميعاً، ولهذا السبب يستثمر الانتربول بشكل كبير في مكافحتها. يربط الانتربول قوى الطبيعة